حقيقة يوم أمس ليلا كان هناك سقوط لعدد من الصواريخ على مطار أربيل، وأيضا هذه الصواريخ بعد تم التصدي لها من قبل منظومة الدفاع التابعة للتحالف الدولي سقطت على عدد من المناطق. الصواريخ أطلقت من داخل الحدود إقليم كردستان، كانت من منطقتين، المنطقة الأولى تبعد بحدود 5.5 كيلومتر، والمنطقة الثانية 8 كيلومتر تقريبا. عدد الصواريخ اللي سقطت هي بحدود 11 صاروخ، 4 داخل المطار أو القاعدة الأمريكية الموجودة ضمن المطار، و2 ضمن مناطق منطقة باختياري، وأيضا الباقي في السياج أو المحيط لمطار أربيل والمنطقة. حقيقة يعني منطقتين أطلقت منها. نعم، منطقتين، وتم العثور على سيارة أكيد أو قاعدة إطلاق واحدة. نعم، لكن تم العثور على السيارة وأيضا قاعدة الصواريخ اللي أطلقت من عدها، وأكو عدد من الصواريخ تقريبا في إحدى العجلات كانت بحدود 3 صواريخ أو 4 لم تطلق، يعني ممكن خلل في النظام. الآن توجيه السيد القائد العام قوات مسلحة بتشكيل تحقيق مشترك ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. الآن تحقيقات مستمرة بخصوص هذا الموضوع من قبل قيادة عمليات المشتركة وأيضا الإخوان في إقليم كردستان، وكذلك من قبل التحالف الدولي. أكيد بعد أن يوصل هذا التحقيق والنتائج وتفاصيلها سيتم يعني عرضها على الرأي العام. يعني